بالنسبة لي الأغنية ديال عاش الشعب هي أغنية من الواقع المعاش، قصد كل مغربي. إذا كان القناوي غيتعتقل على ذاك الأغنية فراه خاصهم يعتقلوا 30 مليون مغربي، لأن الأغنية أي واحد فينا إلا هزيتي ميكرو وخرجتي دابا الشارع وسولتي أي واحد شنو اللي ضارو، غادي تلقى نفس الكلام اللي قال القناوي، هو اللي كيقولوا 30 مليون مغربي. الأغنية لو ما قصدش المغاربة وما قصدش واحد الفئة الضعيفة بالذات ما كانتش غادي تنجح، ولكن بما أنها وصلت لهذا النيفو هذا كيعني بأنه خاصنا إعادة النظر. إلا كان القناوي تعتقل على الأغنية فأنا كنقولها ونعودها، خاصكم تعتقلوا 30 مليون مغربي، لأن هذه الأغنية كتمثل الشعب. وأي كلمة وأي حرف قالها القناوي عاودوا رجعوا سمعوا الأغنية وغادي تسمعوا شنو قال القناوي. قال كلام واضح، ما قال شي حاجة نهائية ما كتمس حتى شي واحد، قال المعاناة اللي هو كيعيشها. إلا كنت تعتقل على غير الأغنية فكنتمنى أن القضاء يكون عادل ويعرف شكون هما الأطراف اللي استفزوا القناوي، شكون هما الأطراف اللي خلات القناوي يحس بالحقرة في بلاده. راه ملي كيخرج مواطن سواء كان فنان ولا مواطن، فاش كندخلوا للقضاء كنوليو مواطنين كاملين. الا وصل لديك الدرجه ديال انه يحس براسو محقور في بلادو، الا وانه راه تقاس في كرامته، تقاس في رجولته. اذا خاصنا نديرو اعاده النظر ونشوفوا شكون هما الاطراف اللي كانوا سبب هذا الشيء هذا. الا كان سبب الاعتقال ديال القناوي هو اللايف، فانا كنطلب انهم يبحثوا على شنو هو سبب اللايف، لانه القناوي كما كنعرفوا ماشي انسان ديال المشاكل، ماشي انسان ديال الكلاشات، وهو رابور محبوب حتى مع اللي رابور دي اصحابه. اذا شنو هي الحاجه اللي خلات القناوي يطلع اللايف ويكون كيهضر بديك الحرقه؟ اي واحد يحط راسو في بلاصه القناوي، انا كمغربيه غنحط راسي في بلاصه القناوي، كنمشي تحت القانون المغربي تحت الدستور المغربي، واش غادي نقبل على راسي انني نتحقر ونتظلم؟ اذا كان هذا الشيء كنقبلوا على راسنا، إلا قبلوا وزير على راسه، إلا قبلوا أي مواطن مغربي على راسه، إذا قبلوه على القناوي. القناوي خرج يتكلم من بعد ما تعرض للحقرة، وأنا ما بغيت نتكلم في الموضوع، لكن كان طالب القضاء يبحث في الموضوع أكثر، لأنه كاين أطراف وكاين شهود وكاين بزاف ديال الأمور اللي خاصها تعرف، لأنه الظلم ما بغاتش شي واحد. المغاربة كاملين ولا حنا كاملين كنبغيو بلادنا وبغيناها تزيد القدام، الوطنية هي اللي كتخلينا نهضروا. لأنه إلا كنتي وطني غتبغي تشوف بلادك في أحسن حلة، وإلا كنتي غير وطني راه هذاك هو الشخص اللي كيبقى ساكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. إلا شي حد تكلم ما كيعنيش أنه راه كيكره بلاده ولا باغي الشر لبلاده، بالعكس حنا بغينا نكونوا دائما في الأمن والأمان، بغينا السلام، كذلك بغينا الحرية، بغينا الكرامة، بغينا العيش الكريم. كل مواطن مغربي كيحلم بهذا الشيء. ما كنظن بأنه ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة أننا كنطلبوا بها، يعني كنطلبوا أن فقط الإنسان يعيش بكرامة. يعني الحق هو حق مشروع، ماشي شي حاجة اللي غادي نصنعوها وغادي نجيبوها ما كايناش فوق الأرض. الحق راه حق مشروع، الكرامة راه خاصها تبقى محفوظة. لو فعلا باش نحس انا بالوطنية في بلادي هي خاصني نحس بان كرامتي محفوظة، لكن اللي جا يصطم لي على الكرامة ديالي كنظن بلا ما نتكلموا على الكرامة ديك الساعات. كنتمنى للقناوي البراءة، لانه ولد الشعب، انسان ما دار حتى شي حاجة، عبر على داكشي باش كيحس، عبر على الرأي ديالو. القناوي ما ضرب، ما قتل، ما جرم بحق شي حد. اذا الحريه للقناوي، وحنا كاملين مع القناوي، كنتمنى ان شاء الله ليه الحريه في قريب العاجل. و كنقول ليه داخل اسوار السجن المغرب كامل راه معاك، لانه انت ما ظلمتي ما اجرمتي، وكنحييك لانك راجل بمعنى الكلمه.